ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجوزاء ليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022. بالنسبة لك النهاردة يا جوزاء، توقعات العشرية الأولى مواليد 12 يونيو ل 20 يونيو، هتحتضن العالم بشكل واضح حتى لو جالك النجاح بطريقة طبيعية في الشغل. لازم تستمر في انك تحتفظ بسلامك الداخلي واسلوبك المتواضع، بالطريقة دي هتعرف تحتفظ بصداقات الشغل وهتدي لنفسك ولكل احبائك احساس كبير بالدفء والعطفة. انت هتفهم ان كل الخلافات القديمة مش بتهمك في الوقت الحالي ده، هتسمح لكل احبائك انك تحس بدفء عاطفتهم. هتفهم كل الخلافات القديمة اللي كانت عندك واللي بتبقى مش بتهمك في الوقت اللي انت فيه وكانت مش بتهمك قبل كده على الاطلاق. هتدلع نفسك اكتر وجسمك اكتر عن طريق انك تاخد فترات راحة كافية علشان تعرف تستمر صحتك لفترة طويلة. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقضي القمر يومه في برج العذراء، بيشجعنا على رغبتنا في اننا نساعد ونفرز ونحلل وننظم لغاية ما نركز على التفاصيل ونميل اننا نركز اكتر على الاجزاء اللي بيكون منها كل حاجة. القمر ده خاص جدا، ذكي جدا، مفيد جدا، هيشجعنا وهيشجع رغبتنا في اننا نتعلم اكتر ونكتسب مهارات فيها تفوق كبير جدا في شغلنا. هندي اهتمام خاص جدا للصحة ومساعدة لكل الأشخاص اللي حوالينا. هيلفت العبور ده رغبتنا في اننا نبقى حابين اننا نشفى ونصلح كل المشاكل اللي حوالينا.